خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية، رئيس السيسي يؤكد أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة الإرهاب. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ويتابع أعمال تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة مثلث ماسكيرو. في يوم عيد النصر، بوتين يؤكد أن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضرورياً. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له دوام الصحة والعافية. من جانبه، أعرب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، أكد أهمية التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها. وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكداً سيادته على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته، مستعرضاً سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها. من جانبه، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرصه على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه، ومشدداً على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره. كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم، وهو ما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين، الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخرا في سيناء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود، كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة، خاصة أمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذاً في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة. وقد عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة، إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع سكن كريم. كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق، خاصة على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع ممشى أهل مصر، والذي يعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد عمرو عبد الوهاب، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وأولوية استصلاح الأراضي في هذه المرحلة، ومن ثم تأتي هذه المتابعة لموقف مشروعات الشركة بهدف دفع العمل في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية الذي تم تسليمها، وكذا العمل على سرعة تسليم باقي الأراضي للمنتفعين. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كاريلا. تناول اللقاء عددا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجالات العسكرية، فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة
قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه الضربات القاصمة للعناصر الإجرامية، وتمكنت قوات حرس الحدود من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، حيث تم ضبط عربتي دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 7 بنادق قناصة FN وعدد 2 رشاش كلاشينكوف و13 بندقية آلية و5 بنادق بريتا وRPG ورشاش عيار 12.7 و2 رشاش عيار 14.5 و8 خزن آلية و7 خزن قناصة FN و2 دانة RPG، فضلاً عن ضبط 1162 طلقة مختلفة الأعيرة وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية. كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط 1,000,000 قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين. هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتمكنت وزارة الداخلية خلال شهر من تحقيق نتائج إيجابية، حيث نجحت في ضبط 5,348 قضية مواد مخدرة. المزيد في التقرير التالي. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وإحباط مخططات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 5,348 قضية مواد مخدرة. تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط قرابة 10.5 طن من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو 1.5 طن وما يقارب 128 كيلوغرام ونصف من مخدر الهيروين. كما نجحت في ضبط أكثر من 51 كيلوغرام من مخدر الاستروكس ونحو 23 كيلوغرام من مخدر الآيس وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفود والقنب تزن أكثر من 23 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط قرابة 19,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وأكثر من 33,000 قرص مخدر لعقار الترامادول ونحو 110,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 160 مليون جنيه.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية قرابة 102 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها تسهم في الحفاظ على الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 357 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 67 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن سلع غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 24.5 طن من المواد الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 350 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج هذا العام 1443 هجرية 2022 ميلاديا، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو وحتى يوم السبت الموافق 14 مايو. وسيتم ذلك على النحو التالي: إجراء القرعة بمديريات أمن أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح، البحر الأحمر يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، وتجرى القرعة بمديريات أمن الأقصر، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، بورسعيد، الإسكندرية، جنوب سيناء يوم الأربعاء الموافق 11 مايو. وتقرر إجراء القرعة بمديريات أمن قنا، المنيا، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، شمال سيناء في يوم الخميس الموافق 12 مايو. كما تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن سوهاج، بني سويف، المنوفية، كفر الشيخ، السويس، القاهرة يوم السبت 14 مايو. وصل البحارة المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم. نشكر القيادة السياسية على المجهود الكبير اللي اتعمل عشان هم يرجعوا لنا بالسلامة، وبنشكر الأجهزة اللي تعاونت كلها عشان ترجعهم. احنا شايفين دايما ان القيادة السياسية بتهتم بالمواطن المصري كان في بلده او خارج بلده، وفعلا ما سابوهمش لحظة واحدة، على واحنا سامعين منهم النهارده قد ايه هم كانوا بيتعاملوا معاملة كويسة، وقد ايه الجهات كلها كانت مهتمة بيهم عشان ترجعهم النهارده لأسرهم. الحمد لله على سلامتهم. نشكر جميع الجهات المعنية اللي توجهت من أول نداء لينا بإنقاذ الصيادين المحتجزين باليمن. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامهم بالصيادين وحل مشكلهم والاتصال بهم، اطمن عليهم هناك. بنتوجه بخالص الشكر والعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بذله من جهد، وحمل على عاتقه كاهل 20 صيادا مصريا وأصر أن يأتوا إلى وطنهم وإلى بلادهم. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جزيل الشكر على اللي عمله معنا وجميع الجهات السيادية اللي اهتموا بنا. أكد وزير الخارجية سامح شكري عزم مصر على تفعيل آلية التشاور السياسي واللجنة الاقتصادية مع المغرب. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره المغربي ناصر بوريطة بالرباط، قال شكري إن مصر تعمل على تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات. نحن عازمون على تفعيل الآليات كما تحدثت، سواء كان آلية التشاور السياسي أو
اللجنة الاقتصادية ومنتدى رجال الأعمال، وكلها من شأنها أن تعزز هذه العلاقة، واتفقنا على أيضا تعزيزها في إطار دائما كان له أثر ووقع قوي، وهو الإطار الثقافي والتبادل الثقافي بين البلدين من خلال برنامج مؤسسي وزمني محدد يعزز من الصلات ويؤكد الارتباط الوثيق بيننا. كما أكد شكري أنه بحث مع نظيره المغربي التصدي للتنظيمات الإرهابية وفكرها الضال، بالإضافة للتطورات في ليبيا ومنطقة الساحل ومكافحة الإرهاب. كان طبعا لقاءنا فرصة للتداول حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء متصلة بالقارة الأفريقية، منطقة الساحل والصحراء، الأوضاع والتطورات الخاصة بليبيا، القضية الفلسطينية، مقاومة الإرهاب وضرورة التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية دون تحديد لمسمياتها. فالفكر في حد ذاته وهذه المنظمات كلها منبثقة من فكر متطرف واحد، وتلجأ دائما إلى العنف في إطار الترويع ومحاولة فرض إرادتها على الشعوب. من جانبه قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن هناك تطابقا في وجهات النظر مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي. وأضاف وزير الخارجية المغربي أن بلاده هدفها الدفع بالعلاقات الثنائية مع مصر إلى مستوى جديد. العلاقات مع مصر تكتسي صبغة خاصة لأنها علاقات قديمة، فيها بعد سياسي، فيها بعد اقتصادي، فيها بعد إنساني، وفيها بعد روحي، وهي أيضا علاقة متفردة لكونها مؤطرة بإطار قانوني وإطار مؤسساتي متميز ليس للمغرب نظير له مع أي بلد عربي أو إفريقي آخر. خلال محادثتنا اليوم كان هناك اتفاق على تنزيل طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس لاستغلال كل هذه الأرضية الصلبة للعلاقة الثنائية وإعطائها زخم جديد من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة. هذا وافتتح وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط بحضور عدد من أعضاء الجالية المصرية. وأكد شكري على اهتمام مصر بتعزيز أوجه العلاقات مع المغرب الشقيق، موجها بالاستمرار في توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصريين المقيمين في المغرب. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده كانت تسعى لأمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع، وطرحت في سبيل ذلك اتفاقية أمنية لكن الغرب رفضها. وأشار بوتين في كلمته خلال إحياء ذكرى عيد النصر إلى أن العمليات العسكرية في أوكرانيا كان لابد منها لمواجهة المخاطر المحدقة ببلاده مع اقتراب التهديدات من الحدود الروسية والسعي لامتلاك أسلحة نووية. والآن روسيا دائما في العلاقات الدولية تقف مع الأمن المتساوي وغير المجزأ، وهذا الأمر الضروري لكل العالم والمجتمع الدولي. ونحن اقترحنا في نهاية العام الماضي اتفاقية لضمانة الأمن والبحث عن الحلول الوسط لمصلحة الجميع، ولكن كل هذا كان سدى وذهب سدى الريح. وهذا يعني أنه في الواقع لديهم خطط أخرى، وهذا ما رأيناه. لقد جرى التحضير بشكل واضح للعملية العقابية في الدنباس وبما في ذلك في القرم، وكانوا هناك محاولات للحصول على الأسلحة النووية وبدأوا بالسيطرة العسكرية على الأراضي القرب من حدودنا، وهذا الأمر غير مقبول من تهديد لنا وبالقرب من حدودنا، وكل هذا كان يشير إلى أن المواجهة لا مفر منه.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن بلاده ستنتصر في العمليات العسكرية أمام روسيا ولن تتنازل عن أي جزء من أراضيها. وفي كلمة له في عيد النصر أكد زيلنسكي أن أوكرانيا خسرت 8 ملايين شخص خلال الحرب العالمية الثانية. في يوم الانتصار بالحرب العالمية الثانية نقاتل من أجل نصر جديد. الطريق إلى ذلك صعب، لكن ليس لدينا شكوك في أننا سنفوز. لا توجد أغلالا يمكن أن تقيد أرواحنا الحرة، لا يوجد شخص يمكنه أن يدخل عنوة في أرضنا الحرة. عاجلا أم آجلا سننتصر. نحن الناضل من أجل الحرية، من أجل أطفالنا، وبالتالي سنفوز. ولن ننسى أبدا ما فعله أسلافنا في الحرب العالمية الثانية، حيث مات أكثر من 8 ملايين أوكراني. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بريطانيا يمكن أن يكون لها مكان في منظمة أوروبية أوسع تضم دولا ديمقراطية من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال إن أوكرانيا قد تواجه مسارا طويلا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن الممكن أن يمتد ذلك لأشهر أو ربما لعقود. من جانبه اعتبر شولتس مقترح ماكرون بإنشاء منظمة أوروبية أوسع أمرا مثيرا للاهتمام، مشددا على ضرورة فعل كل ما هو ضروري لتفادي اتساع نطاق الأزمة الأوكرانية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء توسع الأزمة الروسية الأوكرانية ووصول أثرها إلى دول الجوار. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء مولدوفا أكد غوتيريش دعم أكثر من 100,000 لاجئ أوكراني وصلوا بالفعل إلى مولدوفا، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة شراكاتهم الاقتصادية مع مولدوفا. التاسعة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. معدل التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى أعلى مستوياته. ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 7.5% في أبريل بعدما سجل 7.4% في مارس، وللمزيد في سياق التقرير التالي. تحت لهيب المعارك المحتدمة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، تأن أغلب اقتصادات العالم التي اكتوت بنار التضخم طارة وجحيم الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد تارة أخرى. معدل تضخم سنوي بلغ 7.5% أبريل الماضي مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق حسب ما أعلن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي يوروستيت. إحصاءات تأتي وسط توقعات بأن يظل سعر الطاقة المدفوع بالصراع بين روسيا وأوكرانيا أكبر مساهم في التضخم بمعدل نمو يبلغ مستوى 38% على أساس سنوي. ألمانيا أحد الاقتصادات الأوروبية الرئيسية أعلنت أن معدل التضخم السنوي في أبريل وصل إلى 7.8% محققاً رقماً قياسياً جديداً في الأربعين عاماً الماضية. وفي فرنسا أظهرت إحصاءات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي قد توقف في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مع نمو صفري من حيث الناتج المحلي الإجمالي. أما الاقتصاد الإسباني فقد نما بنسبة 0.3% فقط في الربع الأول من هذا العام، وهو أقل بكثير من التوقعات وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية. وتعيش أوروبا أيام ثقال مع وصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية وسط تحذيرات من زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ضرورة صياغة استراتيجية شاملة وفعالة لحل المشاكل الاقتصادية التي يعانيها الشعب الباكستاني، ووجه رئيس الوزراء الباكستاني الحكومة بإجراء ترتيبات خاصة لضمان توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما شدد على ضرورة تبسيط عملية النظام المصرفي من أجل تحقيق الشمول المالي تيسيرا على المواطنين.
أحل رئيس مجلس النواب بيان وزارة المالية الخاص بالموازنة العامة لعام 2022-2023 إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ اللازم. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت إحالة 43 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات، كما تمت إحالة مشروعي قانونين مقدمين من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستهما. وخلال الجلسة العامة أحال رئيس المجلس أيضاً بيان وزارة المالية الخاص بالموازنة العامة لعام 2022-2023 إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم إلى مجلس الشيوخ، كما أحال بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ اللازم. وفي الجلسة أيضاً وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022. النهاردة إحنا بنتحدث عن ظرف طارئ، تداعيات عالمية كلنا عارفينها وكلنا شايفينها بشكل كبير، بالعكس كانت هناك تتوقع ما هو أسوأ من ذلك وما هو أكبر من ذلك، وأن الحكومة هتحتاج مبالغ أكتر من كده في الباب السادس ولا غير ذلك. فإن كنا وصلنا لهذه اللحظة وإحنا عارفين ومدركين حجم التحديات ومدركين ما تقوم به الدولة على اختلاف مستوياتها في مواجهة هذه الأزمة. الجلسة شهدت أيضا موافقة المجلس نهائيا على قراري رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي القابل للاستدعاء وأداة اكتتاب مصر في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك، واتفاق الشراكة بين مصر وفرنسا حول تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد الاستماع إلى آراء عدد من النواب. مجلس النواب بدأ في فصل التشريع الأول رحلته في إعادة تطوير البنية التشريعية للصحة المصرية، وده شفناه من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الشامل 2 لعام 2018، واللي كان بمثابة أكبر مشروع أقره مجلس النواب بيضمن يعني صحة بشكل كريم وبشكل عدالة وجودة عالية للمواطن المصري. وده لا يمكن أبدا أن نغفل أن هناك تماشي كبير جدا من هذا القانون مع استراتيجية الدولة في تحقيق تطوير ملف الصحة في مصر وفق خطة الدولة 2030. وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم المواطن في إطار دور المجلس النيابي والتشريعي. أجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم. حياة تأمين الصحي الشامل هي منظومة شاملة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية. قبل ثورتي يناير ويونيو كان مطلب الشعب المصري هو حماية صحة المصريين، لأن نهوض بصحة المواطن المصري معناه نهوض بالدولة المصرية ويحقق تنمية حقيقية، لأن المواطن الذي نحافظ على صحته هو الذي سوف يساهم في تنمية بلده وتعميق الصناعة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة. بيتم مناقشة الموازنة العامة للدولة في ظروف استثنائية عالمية في مشهد عالمي مضطرب له تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دول العالم، بيترتب عليه خفض معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم. ورغم هذا أن الدولة المصرية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس كانت حريصة على يعني كل الأمور التي تؤدي إلى الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، فوجدنا أن الموازنة العامة للدولة تتضمن حوالي 356 مليار للدعم الحماية الاجتماعية، 400 مليار للأجور، 22 مليار
تكافل وكرامة وضمان المعاش والمعاشات الضمان الاجتماعي، أيضا تتضمن 376 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو 10% عن السابق. كانت الدولة حريصة على تحقيق النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي ووصلت لحوالي 860 مليار جنيه. مشاركة مصر في بنك التنمية الإفريقي هي مشاركة تاريخية، يعني منذ سنوات مصر من أهم الدول المشاركة في بنك التنمية الإفريقي، سواء كدولة من أعضاء مجلس إدارة هذا البنك وهو واحد من أهم البنوك التنموية في إفريقيا إذا كان هو الأهم، أو كدولة بتستفيد من التمويلات بنك التنمية الإفريقي، فإحنا مشارك ومستفيد من زاويتين تقريبا بنفس القدر. التصنيف الائتماني لبنك التنمية الإفريقي من مصلحة جميع الدول الإفريقية أنه يظل في التصنيف المرتفع، وبسبب التغيرات الاقتصادية العالمية من المتوقع أن يكون في خطر على التصنيف الائتماني، وبالتالي كانت فكرة أو كان المطالبة والقرار بالاكتتاب العام للدول الأعضاء أنها تقدر تساهم بأسهم. شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في دورته 15 المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيجان. وخلال كلمته أكد وزير الزراعة أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمثلان تحديات ذات أولوية ذات بعد عالمي، وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها. شهد رئيس الطائفة الإنجيلية أندري زاكي ومحافظ سوهاج طارق الفقي لقاء معا من أجل التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج. وقال القس أندري زاكي إن الكنيسة الإنجيلية بمحافظة سوهاج لها دور في العمل التنموي الذي تشهده المحافظة والذي بدأ منذ عدة سنوات، وتقدمه لجميع تقدمه لجميع المواطنين دون تفرقة على أي أساس. اللقاء النهاردة شمل حاجتين، شمل الاحتفال بالإنجازات ووجود شهادات حية من المواطنين ممن تعاملنا معهم في مجالات الزراعة والتربية الثروة الحيوانية والتنمية الاقتصادية والعمل مع المرأة والمرأة الريفية في تمكينها اقتصاديا. كذلك تم إطلاق بعض المبادرات الجديدة اللي بتخص نفس المجالات، سواء كان زراعة وتمكين اقتصادي والعمل مع الأطفال والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. تم توزيع اليوم كنموذج 50 من الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدين في المحافظة. على هامش اللقاء تم تسليم 50 كوكسي كدفعة أولى من هدية من الهيئة القبطية الإنجليزية لأولادنا نحو دمج. اتفقنا إن احنا هيكون في أطراف صناعية تمكين في التمكين الاقتصادي. النهاردة يوم متكامل لنحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. نعم، الأخبار الاقتصادية مع دينا فكري. شكرا لك يوسف ورغدة، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. انطلق منتدى الأعمال المصري البرازيلي والذي تنظمه غرفة التجارة العربية البرازيلية واتحاد الغرف التجارية المصرية بالشراكة مع سفارة البرازيل بحضور وزير الزراعة البرازيلية. وانطلق المنتدى تحت عنوان منتدى مصر والبرازيل فرص التجارة الثنائية لمناقشة فرص التجارة والاستثمار المشتركة بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات ومن بينها قطاع الأسمدة. وتأتي زيارة وزير الزراعة البرازيلي لمصر في إطار جولة تضم كل من مصر والأردن والمغرب لتلبية احتياجات السوق البرازيلي من الأسمدة وغيرها من المنتجات. يعني نحن نتعاون سويا مصر والبرازيل من أجل إنشاء مشروعات صناعية ونصدر بها إلى المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية. هو ده الأصل في هذه العملية، خصوصا أن مصر والبرازيل أعضاء في الميركوسور، وده اتفاقية بتسمح بحرية الحركة واستخدام اللوجستيات في توفير السلع بأقل ما يمكن من تكلفة.
النطاق المصري مهم جدا لزيادة حجم الصادرات المصرية من الأسمدة وأيضا المنتجات اللي البرازيل بدأت تستوردها من مصر، على سبيل المثال الأعشاب الطبية، الموالح، العنب وما غير ذلك، وأيضا السعي في وضع بعض النقط الاستراتيجية لتسجيل أو لتفعيل عجلة الاستثمار أكتر بين الشركات البرازيلية والشركات المصرية. هذه زيارة إضافة إلى تحدث عن مجالات أخرى هو الحديث عن زيادة حجم الصادرات المصرية من الأسمدة إلى البرازيل، فالبرازيل بلد زراعي وبأمس الحاجة إلى الأسمدة في هذه المرحلة. نظمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بقيمة 138 مليون يورو لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منحا تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية. تفقد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم موسم حصاد وتوريد القمح المحلي لعام 2022 من داخل أحد الحقول الزراعية بقرية دموشيا بمركز بني سويف، وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية خاصة في الفترة الحالية، موضحا أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير السلالات الجيدة. طبقا للإشارات اللي احنا شايفينها، الحمد لله الموسم مبشر جدا اكتر مما كنا متوقعين كمان، الحمد لله لحد دلوقتي الاجواء مساعدانا على ده، وده اللي احنا شفناه النهارده ان حتى الحبايه مختلفه، حبايه الحمد لله افضل كتير، الظروف خدمتنا الى حد كبير، ولحد دلوقتي التوريد ماشي الحمد لله بشكل كويس، واحنا اكدنا مع التموين ومع الزراعه ان ما يبقاش فيه اي تاخير لا في التوريد ولا حتى في الاستلام او حتى في التاخر على الناس في استلام المبالغ بتاعتهم وتقديم كل التسهيلات لهم. انهت البورصه المصريه التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربيه واجنبيه، وتراجع راس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711 مليارا و915 جنيها. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر ايجاك 30 عند 11109 نقاط، واغلق منخفضا بنسبه 1.82% في المئة، وذلك عند مستوى 10906 نقاط. فيما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 نحو 1880 نقطة عند الفتح، وأغلق منخفضا بنسبة 1.5% ويغلق عند مستوى 1861 نقطة. كما سجل مؤشر إيجاكس 100 نحو 2862 نقطة عند الفتح، ليغلق منخفضا بنسبة 1.1% ويسجل في النهاية 2832 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها 44 قرشا للشراء، 18 جنيها 52 قرشا للبيع. كما سجل اليورو اليوم 19 جنيها 46 قرشا للشراء، 19 جنيها 56 قرشا للبيع. في حين وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها 83 قرشا للشراء، 22 جنيها 94 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات وقرش للشراء و5 جنيهات و4 قروش للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و91 قرش للشراء، 4 جنيهات و93 قرش للبيع. سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في شهرين، تقودها قطاعات من بينها السفر والترفيه والتكنولوجيا، وذلك وسط مخاوف من استمرار قيود كورونا في الصين لفترة طويلة وقفزة في عوائد السندات غدت ضغوط البيع. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 2.9% ليلامس أدنى مستوى له منذ 8 مارس. وجاءت أسهم شركات
السفر والترفيه في مقدمة الخاسرين مع هبوطها 6%، وتراجعت أسهم التكنولوجيا 5% إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2020. وصلنا إلى ختام أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى رغدة ويوسف، إليكم. شكراً لك دينا. أفاد معهد الزلزال الأمريكي بوقوع زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سواحل تايوان. وتسبب الزلزال باهتزاز الأبنية في العاصمة تايبيه، وذكر التلفزيون المحلي أن كل أرجاء الجزيرة شعرت بالهزة دون أن تسجل أي أضرار على الفور. أما الآن فمع الأخبار الرياضية. الجولة الرياضية نعود فيها مرة أخرى إلى دينا فكري. إليك. شكرا لكما، وأخبار الرياضة محليا وعالميا. حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المقاولون العرب ومضايفه إسترن كومباني في الجولة 18 من الدوري الممتاز. بتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14، بينما وصل إسترن كومباني إلى 11 نقطة في المركز 17. وفي البطولة نفسها تغلب فاركو على ضيفه فيوتشر بهدف نظيف، وبهذا الفوز رفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد فيوتشر عند 28 نقطة في المركز الرابع. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث يستضيف الزمالك غدا فريق إنبي، بينما يحل الجونة ضيفا على سيراميكا كليوباترا. أعلنت رابطة الأندية عن زيادة عدد الجماهير إلى 5000 مشجع لكل مباراة بدلاً من 2000 مشجع، وذلك بداية من مباريات الدور الثاني بالدوري الممتاز. وقررت رابطة الأندية خفض سعر التذكرة الموحدة من 100 جنيه إلى 75 جنيهاً، وذلك في إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد التشكيل المثالي تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي، وهم محمد الشناوي وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. وكان الأهلي قد تغلب على وفاق سطيف الجزائري 4 أهداف دون رد في ذهاب نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب، وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن الاتحاد السنغالي سحب بعد ذلك عرضه. وأضاف كاف أنه منح المغرب استضافة مباراة نهائية دوري الأبطال، والتي ستقام يوم 30 من مايو الجاري. انطلقت بالقاهرة منافسات بطولة كأس العرب الأولى لدرجات المضمار، والتي تقام في الفترة من 9 وحتى 11 من مايو الجاري بمضمار القاهرة الدولي للدرجات بمشاركة 6 دول. وتشهد البطولة سباقات في منافسات الرجال والشباب والإناث والشابات، حيث تقام 7 سباقات في كل فئة من تلك الفئات على مدار أيام البطولة. طفرة رياضية جديدة على أرض مصر باستضافة بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار، والتي انطلقت منافستها اليوم بمشاركة 6 دول عربية، وذلك بعد الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة وانطلاقها على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الذي يعد أحدث مضمار لسباق الدراجات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط. مصر دايما بتحتضن البطولات العربية والأفريقية بقوة، وبالذات في الدراجات
انت شايف بعد انشاء والانتهاء من انشاء اكبر مدمار في افريقيا وفي الوطن العربي واحدث مدمار للدراجات، ابتدينا يعني نحتضن كل البطولات. ليس بغريب على مصر، والاتحاد المصري استضافة البطولات سبق ان استضاف بطولات العالم وبطولات عربية كبيرة، وهذا ما عهدناه في الاخوان في مصر دائما. يعني الحمد لله اليوم صح العدد تقريبا 6 أو 7 دول المشاركين، لكن فرصة طيبة لأبنائنا العرب للتنافس فيما بينهم. البطولة استعد لها اللاعبون المشاركون ليتنافسوا بشكل فردي وجماعي ويسجلوا أسرع وقت على المسافة المحددة من نقطة البداية على مختلف أنواع السباقات، وسط تدريب وتأهيل كامل، خاصة في ظل التطور الكبير التي تشهده رياضة الدراجات بالوطن العربي. في عندنا كذا سباق، في مثلا سباق السرعة ده بيبقى بالزمن، في سباق المطار بالإليمينيشن ده بيبقى آخر واحد بيبقى موجود بيطلع، في كذا نوع من أنواع السباقات اللي موجودة، مش نوع واحد بس. بطولة كأس العرب الأولى تعكس ثقة الاتحاد العربي في تنظيم مصر لهذه البطولة لنجاحها بشكل يليق بمكانتها، خاصة باعتبار أن هذا المدمار أنشئ على أحدث النظم والتقنيات العصرية التي تتلائم مع المعايير والمواصفات الدولية. بطولة كأس العرب الأولى تأتي بعد استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين في دراجات المضمار العام الماضي، لتكون امتدادا لسلسلة البطولات الرياضية الكبيرة التي تستضيفها مصر، لتؤكد قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة باعتبارها بلد الأمن والأمان. محمود جميل، التلفزيون المصري. وصلنا إلى ختام أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى يوسف ورغدة. شكرا لك دينا. في شبابه اعتاد العراقي محمد دخيل أن يتردد على دور العرض السينمائي في العاصمة بغداد مع أصدقائه تقريبا بشكل يومي، لكن الوضع تغير منذ سنوات، حيث اقتصرت مشاهداته للأفلام على سينما أنشأها في منزله الخاص، بعد أن حول عاشق السينما البالغ من العمر 55 عاما أكثر من نصف منزله إلى دار عرض سينمائي، ليفتح بذلك نافذة على تاريخ مشهد كان نابضا بالحياة يوما ما في العاصمة بغداد. والآن إلى آخر أخبار الطقس. نعم، عودة مرة أخرى إلى دينا فكري. شكرا لكم. ما هو أخبار الطقس محليا وعالميا؟ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 30-18، الإسكندرية 25-18، مطروح 24-16، بورسعيد 25-17، الإسماعيلية 29-19، ونتحول إلى محافظة السويس 28-18، العريش 26-17، طابة 30-18، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 25-24، الأقصر 39-23، أسوان 41-24، الوادي الجديد 38-23، شلاتين 35-20، حلايب 32-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
وهذه هي لقطة هذا اليوم. ومن لقطة اليوم إلى تذكرة بالعناوين. خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية، الرئيس السيسي يؤكد أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة الإرهاب. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ويتابع أعمال تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة مثلث مزبير. في يوم عيد النصر، بوتين يؤكد أن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضرورياً. انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال متواصلة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء الفل، ازيك يا يوسف؟ ازيك يا سنة وحضرتك طيب؟ كله تمام؟ كل سنة وانت طيب. وانتم طيبين، ربنا يخليكم يا رب. اشكركم واستأذنكم نبدأ فقراتنا بإذن الله. اشكركم، سيبتك انا يوسف.